تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لغة ضاد، هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. ضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة هو سعادة الدكتور علي بن إبراهيم السعود، عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم. حياك الله دكتور معنا في هذا البرنامج. بداية أرحب فيكم الحقيقة وفي المشاهدين الكرام، واتمنى ان تكون اللقاء ان شاء الله مثمرا ومقدما لبعض حقوق العربيه علينا في هذا العالم المتلاطم الان. دكتور، لو سمحتك، رؤيتك لجهود مركز الملك عبد الله الدولي لخدمه اللغه العربيه، ولا سيما انه الان ينظم اللقاء التشاوري الاول لعمداء كليات اللغه العربيه بالجامعات. الحقيقه في انشاء المركز يعني خدمه كبيره للغه العربيه، من حيث أولا كونه ارتبط بخادم الحرمين الشريفين اسما، وهذا يعطيه زخما إعلاميا ومنزلة كبرى لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي. إضافة إلى ذلك أنه مختص باللغة العربية، وهذا لغة شرفها الله بنزول القرآن بها. والمستوى الثالث من الأهمية أن هذا المركز يعد دوليا. والحقيقة حينما بدأ المركز منذ بداياته في الحلقة النقاشية الأولى لوضع أطر ورؤية للمركز مستقبلية في كيف أن يخدم هذا المركز اللغة العربية بشكل جيد، هذه الفعالية الثانية في التشاور التي نظر إليها المركز من خلال أن القائمين الآن بالعناية باللغة العربية في الطابع المحلي في المملكة العربية السعودية هم العمداء المختصون بالإشراف على كليات اللغة العربية في جامعة المملكة. وكانت فكرة الرائدة في مسألة أن يخصص هذا اللقاء التشاوري لرؤساء الهرم في العناية بالعربية، وهم العمداء اللغة العربية ومعاهد اللغة لغير الناطقين بها ورؤساء الأقسام، ليكونوا حملة لهذا الفكر الذي يحمله المركز في مستقبل الأيام، لأن المركز بوحده لا يمكن أن يقوم بعمل شيء ما لم يكن هناك أذرعة تساعده، وهناك جملة من الروافد التي يستطيع من خلالها المركز أن يؤدي رسالته وأهدافه وغاياته التي رسمها له منذ إنشائه. فلذلك أرى أن هذه الخطوة تعد خطوة رائدة في سبيل أولاً الاستماع لتلك الهموم المشتركة نحو اللغة العربية، وكذلك تقديم الخدمات الحقيقية الأولويات والنظرة إن هذا العصف الذهني الذي نراه اليوم هو سيقدم مستوى من التفكير الذي جلس فترة بتلك العقول البشرية التي عنيت باللغة العربية. ستقدم للمركز من خلال هذه اللقاءات وتلك العقول بحيث يتم سبر هذه الرؤى والمعطيات، ثم بعد ذلك تقديمها والأخذ بما هو مهم منها، أو ترتيب تلك الأطروحات برؤى مستقبلية وحسب الأولويات التي تراها المركز. نعم دكتور، برأيك جهود الكليات والأقسام العلمية في اليوم العالمي للغة العربية كيف تراها دكتور؟ والله طبعا الآن بالنسبة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هو طبعا أمر حدث جديد، يعني حينما أقر حديثا المفترض أن يكون هذا اليوم يوما مشرقا للغة العربية، لا في نفوس الذين يدرسون تلك اللغة ولا في نفوس المتلقين، وهناك يعني أمل على تلك الكليات وعلى عاتقها أن تقوم بأدوار متعددة، ليس فقط في داخل الكليات والأقسام العلمية والطلاب، بل إقامة بعض المناشط للمجتمع حتى يحيوا هذا اليوم بكل غاياته ومعانيه. فالكليات والأقسام العلمية يجب أن يكون لها الدور البارز في إيضاح فكرة هذا اليوم وما هي الأدوار المقصودة من إقراره. ثالثا تنمية روح اللغة العربية في الجيل، ولا سيما في عصر تتلاطم فيه اللغة العربية جملة من الأشياء التي قد تؤدي إلى تأخرها. نعم
واقع اللغة العربية دكتور اليوم كيف تراه؟ والله واقع اللغة العربية يعني لا يمكن أن نكون متشائمين إلى حد اليأس، بحيث لا نستطيع أن نقدم عملا وأن نستسلم اليأس. فدائما أقول لكن بواقعية دكتور، بواقعية هناك ضعف وهناك مزاحمة كبيرة جدا تضغط على اللغة العربية وتحاول أن تجعلها متأخرة. فالواقع في الجيل المعاصر الحقيقة أن حتى طلبة اللغة العربية لم يكونوا بذاك المستوى المأمول منهم في أن يرفعوا مستوى اللغة مستقبلا، ولهذا المستوى الآن ليس بالمأمول، بل نتمنى في المستقبل أن يكون هذا المركز له دور في إحياء روح محبة اللغة العربية في هذا الجيل الذي أصبح يستبدل اللغة العربية إما بلهجات ليست لها أصول عربية أو بلغات أخرى. فمؤمل من الكليات أن تقوم بدورها في هذا الاتجاه. اليوم دكتور الثقافة السائدة الآن في المجتمع أن اللغة العربية دكتور لا يسمون بها إلا النخبة، ما سر هذه الثقافة دكتور برأيك عند المجتمع؟ في نفور من اللغة برأيك؟ هو ليس نفورا بقدر ما هو تقوقع أصحاب الاختصاص في أن يعيشوا في القاعات المغلقة في أبحاثهم العلمية المختصة وفي قاعات الدرس، حتى إن في قاعات الدرس أصبح المشهد اللغوي مشهدا علميا صرفا، ليس لإعداد تصور لغوي حي يمشي على الأرض. ولهذا هذا الذي جعل هناك فجوة بين الملقي والمتلقي. المتلقي لم يعد يشعر أن هذه اللغة هي عبارة عن كيان يشكل صورته في الحياة، ولهذا هذا التأخر سببه هذا الانفصام بين النظرية والتطبيق، وبين لا أقول تكاسل وإنما تباطؤ المعنيين باللغة من الدخول في أعماق المجتمعات وكذلك الجيل للرفع من هوية هذه اللغة في نفوسهم، ومن ثم تأتي نتائجها إلى الحرص على هذه اللغة. أبرز التحديات دكتور التي تواجه هذه اللغة اليوم برأيك؟ أبرز التحديات يبدو لي الآن نحن عصر إعلام، والإعلام هو الذي بدأ يشكل عقل الجيل. فإذا لم تدخل اللغة في هذا الإعلام بشكل قوي جدا وبدون تأخر سيتم تأخر اللغة أيضا، لأن الآن أصبحت الأجيال مصدر التلقي فيها هي وسائل الاتصال الحديثة بكل ما تعنيه، ولم يكن لهذا الواقع اللغوي القديم المؤصل له دور في نفوس الجيل. ولذلك أرى أن التوجه للإعلام وجعل محاوله ليس فقط الحديث عن اللغة العربية، بل إنه تفعيل الجيل في أن يشاركوا في هذه القضية بحيث نستطيع أن نقدم جيلا مستقبليا مشرقا بإذن الله. لو سألتك دكتور، المجتمع واهتمامه باللغة دكتور والأدب بشكل عام، ونحن نتكلم عن واقع اللغة العربية تحديدا، الشباب دكتور بعض الشباب الآن لديهم ثقافة أيضا دكتور ربما تكون سائدة في عملية خلال التحدث باللغة العربية، يشعر الشخص الآخر كأنه مجبر على التحدث بحيث هناك كلمات إنجليزية كلمات أجنبية تضاف من باب ربما إضفاء طابع شخصي على شخصيته. دكتور ما رأيك في هذه النقطة؟ طبعا بالنسبة للآن خاصة في الأدب وما إلى ذلك، يبدو لي والله أعلم طبعا هناك ليس فقط اللغة الفصحى، بل هناك اللهجة التي أحيانا بعضها له أصول عربية وبعضها ليس له أصول عربية هي التي تزاحم اللغة الفصحى. هناك استيحاش من الجيل في استعمال اللغة، هناك اعتقاد سائد بأن تلك اللغة يعتقدون أنها نمط من تلك الألفاظ التي لا تفهم. يعني المسافة هي بينية بسيطة جدا، لو تم التقريب بين رؤية الجيل ورؤية الممارسين للغة بشكل جيد أو الذين يقدمون اللغة، وتقريب هذه المسافة بأن المسألة ليست بذاك الصعوبة التي تستدعي إلى أن يستوحش الجيل من هذه القضية. أقول في يعني في هذه يعني هناك خلل طبعا كبير جدا في استعمال تلك الأمور، ويجب على المهتمين إبراز تلك نقاط الضعف في هذه. جميل، أنا أستدرك دكتور، نطلع فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير بعده نعود لإكمال حوارنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل القصير. ضيفي وضيفكم والدكتور علي بن إبراهيم السعود، عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم. حياك الله مجددا دكتور. حياكم الله. كنا نتكلم دكتور قبل الفاصل عن اهتمام المجتمع بالأدب واللغة العربية، وهناك دكتور كلمات إنجليزية قد تدخل على اللهجات، وعرج دكتور على هناك بعض اللهجات. الآن دكتور، التحدث بالفصحى كما ذكرت دكتور عند العامة أو عند المجتمع فيه دكتور صعوبة قد يراها يستوحشه البعض، وربما دكتور قد يصل مرحلة أن يكون مدعاة للسخرية. هو هذه الإشكالية، الإشكالية في لأن الآن ما الذي يشكل الرأي العام في اللغة العربية؟ هو في حقيقة الإعلام. الآن هناك برامج في الأدب وما إلى ذلك مختلفة في الشعر، وهناك مسابقات تجرى. أصبح الجيل يرى أن المنطلق الأساسي في مسألة يعني لم تكن اللغة هي تحمل همه، إنما كيف أن يسير هذا الجيل الذي يقدمه بصورة أخرى النواحي الإعلامية. الاستيحاش في رأيي، وأنا أعده ليس أمرا صعبا، بل لعدم الفهم والإدراك بأن اللغة العربية في حقيقتها هي أمر يسير ليس بذاك الصعوبة المعقدة. البعض يحاكم اللغة العربية من خلال ما درسه أو من خلال الملقين لهذه اللغة، وهي أسهل بكثير. أنا يبدو لي لو كان هناك مشروعات جيدة يقوم بها يعني المختصون من أرباب كلية اللغة العربية وأقسام اللغة العربية في الدخول في مضمار هؤلاء الجيل، لقدمنا تصورا جميل لهذا الجيل أن اللغة العربية ليست بذاك الصعوبة أو بذاك المنحنى الذي يجعلك سخرية حتى للآخرين، وليست بتلك الصورة أيضا دكتور في المقابل، وليست بتلك الصورة دكتور أيضا أن يسلسلها الطلبة، وليست يعني هناك مبدأ مهم جدا في اللغة العربية. حتى في العصور الأولى لزهو اللغة العربية هناك يعني حتى العلوم التي عنيت باللغة العربية وتأصيلها ما قامت إلا لوجود خطر داهم على اللغة. هذا يعني مهم جدا ألا حينما نريد أن نطرح هذا المشروع في تغذية الجيل للغة العربية يجب أن لا نكون أيضا ندعو المثالية. اللغة العربية حتى في أنظمة اللغة العربية وفي قواعدها وفي أمورها لم تنشأ في حقيقة إلا ذاك التخوف الذي جاء في بداية القرون الأولى المفضلة. فأعتقد أن المسألة يسيرة جدا بإذن الله. هل دكتور اللغة العربية من وجهة نظرك يا دكتور مخصصة للنخبة فقط؟ لا، الحقيقة ليست هي مخصصة للنخبة. إذا لماذا هذه الثقافة دكتور؟ هل هذه الثقافة فعلا موجودة؟ الثقافة هو أنا أقول لك هذا الانفصام، هذا الانفصام الحاصل بين المعنيين باللغة العربية وفي طرحها وفي العناية بها وبين المتلقي. حينما يكون هذا الانفصام تصبح هذه النظرية أو يصبح هذا الواقع الذي نراه اليوم، لأن المجيدين للغة العربية أو المعنيين بها يعيشون أحيانا في بروج عجية، ولذلك ليس لهم تداخل مع هذه المجتمعات وهذه الفئات الشبابية حتى، ولذلك يصبح هذا الانفصام بين الفريقين. دكتور، أنت كعميد لكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم، هل هناك خطوات دكتور خطوتموها لتطوير مستوى اللغة العربية دكتور لدى طلبتكم؟ والله نحن عندنا الآن في رؤى معينة الآن، أولاً من حيث إضافة بعض المواد في الخطط الجديدة التي تنهض من مستوى الطالب اللغوي التي لا يكون لها الصفة العلمية البحتة وإنما تناقش قضايا يستطيع الطالب. ثاني، إقامة مناشط حقيقية، ملتقيات للغة العربية في الكلية، فعندنا مثلا ملتقى للغة العربية يستضيف الطلاب، عماده الحقيقي هم الطلاب، والاحتفاء أيضا باللغة. أيضا جعل المتلقي هو الطالب هو الذي يقوم بالدور من خلال التوجيه المباشر والغير مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس. جميل. كثرة دكتور المؤسسات المعنية باللغة العربية والمهتمة بها دكتور، هذه الكثرة الموجودة ما الأثر الناتج دكتور من ورائها برأيك؟ والله أنا لست ضد الكثرة، لكن أنا مع التنسيق. يعني يجب أن تكون هذه المراكز بينها تضافر وبينها توزيع الجهود، بمعنى أن لا تتجه في اتجاه واحد في خدمة اللغة العربية وتترك اتجاهات أخرى ضرورة. ولذلك أرى أن يجب أن مثل ما أقام المركز مشكورا في إقامة هذا اللقاء التشاوري أن يقوم أيضا بلقاء للمراكز المعنية للغة العربية سواء على المحيط الداخلي
والآن هناك مراكز حتى خارج المملكة العربية السعودية تهتم بالدفاع عن اللغة العربية. من وظائف المركز أن يدعو هؤلاء وأن يقوم بوضع لبنة تواصل جيدة كما هو الآن حاصل في مسألة عمداء اللغة العربية حتى تكون هناك الجهود تكاملية لا تنافرية. الجانب الأدبي دكتور من مسرح وثقافة وعدم اهتمام الناس به اليوم دكتور كيف تراه؟ طبعا وإن كنا نثقل على الإعلام كثيرا لكن أعتقد هذه لو أعيد النظر فيها في المسرح وغيرها وتم يعني مخاطبة الجيل وإزجاء اللغة العربية فيها سيكون لها وقع كبير. نحن نعاني مشكلة كبيرة جدا حتى في الجيل يعني حتى في البرامج التلفزيونية قديما قبل فترة الآن ما زال موجودا كان حتى الترجمة حتى للمسلسلات ولا لبرامج الأطفال كانت في اللغة الفصيحة لكن الآن أجد منحنا خطيرا في مسألة أنه يتم تلك الترجمة باللهجات وهذا يعني جاء فترة ويعتبر هذا من الروافد الجيدة في خدمة اللغة العربية لو تم الرجوع إليه سيقدم خدمة يعني كبيرة اللغة العربية لأن الجيل هو المتلقي وهو مهتم من خلال غرس دكتور من خلال الغرس أقول لك الآن نحن نعاني بعد أن جئنا فترة تم يعني ترجمة تلك الأعمال سواء من مسرحيات أو أفلام كرتونية أو حتى مسلسلات مطولة كانت تدار بلغة عربية فصيحة لكن يبدو أن هناك نوع من التأخر وكأنه خضوع لتلك التواصل الاجتماعي الذي حصل من خلال الشبكة العنكبوتية بحيث تقريب الناس للهجات وهذا يجب أن نعيد النظر فيه مرة أخرى. هل تخاف عليها دكتور؟ هل نقول دكتور ربما أنها بدء في دكتور ضياع هوية؟ لا ما دام بعض المجتمعات ما دام أن مثل هذا المركز حاضر في القيادة السياسية خادم الحرمين الشريفين وأقر هذا المركز بمعنى أن هذه القضية اللغوية هي قضية ذات أهمية كبرى تستحق العناية مثل هذا المركز سيكون له دور في توجيه النظر وإعادة هذا الضمور الذي نعانيه في بعد الناس عن اللغة العربية إلى إحيائها مرة أخرى ولنكن متفائلين. دور المملكة دكتور في تعليم العربية في الخارج لا شك أن المملكة العربية السعودية لها دور فاعل كبير جدا في تعليم اللغة العربية في جميع الجامعات ولذلك يعني من يعني فضائل المملكة في الدول الإسلامية وغيرها في مسائل متعددة لا في الأمور الشرعية ولا واللغوية هناك مراكز تقوم بها الدولة من خلال الجامعات تدرس من عشرات السنين أنتجت جملة من المهرة في اللغة العربية فأقول أن الدولة إن الدولة ما زالت يسكن من همومها وحدة العناية باللغة العربية ولا أدل على أن يكون هذا المركز الذي أمر بإنشاء خادم الحرمين دليلا واقعيا وتسميته بالدولي وليس المحلي إلا من أجل التأصيل ورفعة اللغة العربية. جميل دكتور في نهاية الحلقة كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. الحقيقة أتمنى من كل المهتمين باللغة العربية سواء القائمين عليها أو المتلقين من الأجيال أن لا يكون يومنا اللغة العربية يوما واحدا بل أيام متعددة وأن نتصالح مع تلك اللغة التي تعبر عن هويتنا وعن ديننا التي لطالما هجرناها دكتور ربما لا شك. شكرا لك دكتور علي بن إبراهيم السعود عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم شكرا لك على حضورك معنا اليوم. شكرا لك. الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.